فنان اليوم بدأ حياه بسيطة في عمل تباب أو مساعد على ظهر السفن الغوص، ثم نهام، وبعد ما انتهت مهنة الغوص انتقل إلى البر وعمل مغني في دور الطرب وفي حفلات الأعراس. يا خلق لو تدرون، وهذه المنازل وأغاني كثيرة لمع البرق اليماني. حياكم الله ويانا ومع محمد بن زويد. وسكنت بجنات الخلود، أقوى هموم مرة خرج، أقوى هموم مرة خرج، آدم من الجنة طرد. انك لنا يوم الوعود، انك لنا يوم الوعود. اذا نظرنا الى البدايات فبنلاحظ كيف ان المغني الخليجي في تلك الفتره عانى الكثير عشان يوصل لجمهوره، مثل الفنان محمد بن زويد اللي ولد 1900، ففي تلك الفترة كانت الأغنية الحديث غير موجودة، والوصول إلى الجمهور كان مقتصر على فقط اللي يحضرون دور الطرب. في طفولته درس على يد مطوع اسمه السيد علي، وبمجرد ما صار شاب صغير مثل ما قلنا عمل تباب أو مساعد في سفن الغوص، هذا أهله أن يسمع الكثير من النهيم اللي كانوا موجودين في تلك الفترة. شاءت ظروف شغله في السفينة أن يشوف الناس اللي يشاركون في طريقة النهمة، تعلم من هذا الكثير وفاد في مستقبله وأصبح إنسان موهوب، والنهام على صدر السفينة معروف ومميز كمهنة خاصة فيه. يا سيدي حين نشدته مطيب، حين نشدته مطيب، حين نشدته مطيب. وجه فريد الجمال، وجه فريد الجمال، يا سيدي بالسحر للناس سلت، بالسحر للناس سلت، بالسحر للناس سلت. يعتبر محمد بن زويد من الفنانين العصاميين اللي اعتمد على نفسه وعلم نفسه فن الصوت والبست الخليجية عن طريق مراقبته للفنانين الآخرين. أحب الفن والطرب وتعلم العود على يد محمد بن فارس أستاذه الكبير، ومن هناك أخذ الكثير من طرق الأداء وكيفية التعامل مع العود من خلال علاقته أيضا المباشرة مع الجمهور، مع الناس في حفلات الطرب. كان يعلم نفسه طرق مختلفة في إثارة الجمهور بطريقة معينة، واللي يراقب جلسات محمد بن زويد وتشوفونها في هذه الحلقة يشوف كيف علاقته بينه وبين الفرقة وبين الجمهور. فكان يداعب العود بالتعاون ومراقبة المراويس والصفيقة والرديدة، فكان ذكي جدا وكان لماح، وهذا خلاطه يعطيه عطته ميزة خاصة في أداء فن الصوت. من بعدنا ما كنت سالي، أوه الجفون الحال كمل يا مريض،
كمل يا مريض، الحال كمل يا مريض. كمل يا مريض الحال، كمل يا مريض. وذكرهم يخطر ببالي، اوه العيون لين بعدوا عني اهملت، ابعدوا عني ملك. عام 1929 حصلت لمحمد بن زويد فرصة السفر إلى العراق لتسجيل أول أسطوانات. بعد تسجيل الأسطوانات ورجوعه وانتشار هذه الأسطوانات بين الناس في المجالس وفي المقاهي، أصبحت تجربته معروفة وأصبح مطلوب دائما في الحفلات الخاصة. مع تسجيل أول أسطواناته يعتبر محمد بن زويد أول من وثق أغانيه على أسطوانة، وسبق بذلك أساتذته مثل محمد بن فارس وضاحي بن وليد، واللي بدأوا يسجلون بعد ذلك عام 1932. لما تأتي يا
كان محمد بن زويد دائم الحضور إلى دار الفنان محمد بن فارس، كان اسمها دار البصرة، واللي كانت قريب من بيته. فتعلم هناك، كان يسمع الأغاني وتعلم عزف العود على يد بن فارس مثل ما قلنا، وهذا مكنه من يكون عنده علاقة بينه وبين الجمهور، فأصبح متميز في أداء الحفلات والجلسات الخاصة. لهالسبب رشحه محمد بن فارس أن يسير عام 1929 إلى العراق لتسجيل أول أسطواناته. رحلاته إلى العراق قربته من الفن العربي العراقي هناك، وسمع الفن الشامي وسمع الفن المصري. هذا أيضا خلته يغني هاي الألوان العربية في الجلسات الخاصة، وهذا أكسبه شهرة إضافية. كان محمد بن زويد ينتقل في أكثر من مكان لتسجيل أسطواناته، ولكن عام 1946 دخل تسجيل الأسطوانات إلى البحرين، وهذا اختصر عليه المسافات فأصبح يسجل في البحرين. وفي الخمسينات أيضا نشط محمد بن زويد، وخاصة عندما بدأت تأتيه دعوات من دول الخليج لما أصبح صوته معروف، فانتشر انتشار كبير. ومع وجود الإذاعة البحرينية اللي ظهرت عام 1955 أصبحت أغاني تنتشر على نطاق أكبر. عام 1957 سافر محمد بن زويد إلى القاهرة لتسجيل مجموعة من الأغاني، وهناك تعرف على مجموعة من المغنين وصادق الفنان العربي المعروف كارم محمد، وشارك معه في بعض الحفلات. أصبح بن زويد معروف على نطاق واسع في الخليج وفي الوطن العربي، فكانت الإذاعات العربية تذيع أغانيه، وكذلك الإذاعات العربية الناطقة من خارج الوطن العربي مثل إذاعة لندن وفي ألمانيا حتى كانوا يخصصون له وقت محدد وصلات غنائية من مدة نص ساعة أو حتى ساعة. من مميزاته أيضا أنه كان يختار من قصائد المتنبي وقصائد أبو فراس الحمداني والشريف الرضي، وكان يساعده يوسف العمران واحد من أصدقائه، كذلك كان يختار من القصائد اليمنية القديمة ولشاعر مثل مبارك العقيلي. غنى محمد بن زويد أغاني كثيرة، ووصل عدد أغانيه إلى 300 أغنية. You.
آخر حفل شارك فيه محمد بن زويد عام 1978، وذلك بمناسبة تكريمه من وزارة الإعلام البحرينية لمشواره الطويل ولمحافظته على فن الصوت البحريني والخليجي، وحصل على تكريم أيضاً العديد من المؤسسات الأخرى. شارك في هذا الحفل العديد من أصدقاء الفنانين اللي شاركوا في مسيرة حياته، منهم عبد الله أبو شيخة، علي خالد هجرس، عبد الله أحمد، ويوسف فوني، وكذلك من أبرز النهامين اللي شاركوا في ذاك الحفل النهام سالم العلان. توفي الفنان البحريني الرائد محمد بن زويد عام 1982. يا يبا يتل القنطرة يتل القنطرة.
تنطر رأيتها تجري ما لا غزلة.